اعتقد انه حاجه اللي نقولوها لقناه ام بي سي في اختتام مهرجان دبي السينمائي الدولي، ان الجزائر توجت بجائزه المهر الطويل الذي تناول العشريه السوداء وقهر العشريه التي طالت الجزائر. لماذا؟ لان الجزائر كانت تنادي للسلام وكانت تنادي بالمحبة قبل ظهور ما يسمى بالربيع العربي، وقبلها وبعدها أيضا بكل أعمال التي كانت تتناول الإرهاب في الوطن العربي. لذلك نشكر قناة ام بي سي كذلك على كل برامجها التي تقدم للعائلة العربية. تحية لكم من الجزائر الحبيب فيلا الوراري هنا دبي.